بس لازم تحترمين اللي قلته. اني صريح وايد. وانا بعد صريحة. صريحة بمشاعري الزينة. صدق انا ما اعرف ليش اخترتك انت بالذات، وكاني اختار الشقة لنفسي. ما ظنيت الصدفة جمعتنا. اذا راح تتعامل معاها على انها صدفة ما راح تحس بقيمتها. والصدفة ممكن تكون منها نصيب. والنصيب ممكن يكون صدفة. احس ان فيك وايد من امك، مع اني ما شفتها ولا مره، بس كلامك وايد صعب. لا لا بالعكس، هذه افكاري انا بروحي، مو افكار اي احد ثاني. ما اعرف انت شلون تشوفها، بس انت لازم تغير نظرتك بكل شيء. انا؟ انا واحد توني راجع من الحرب. اشوف الناس تموت قدام عيني. اشوف اهالي يموتون من اليوع. وناس تنام بلاي سقف. قنابل وانفجارات. ادري انكم تشوفون كل هالشيء قدام عيونكم بالتلفزيون، لكن لما تشوفونه على الطبيعه شيء ثاني، وايد شيء ثاني. قلوبكم راح تكسى على شيء وتحن على شيء ثاني. اكسى على الدنيا كلها، بس لا تكسى على سلطان. وهذه فرصتك. ارسمني مثل ما تبي. اقولها لك من كل قلبي ترى. إذا ما أنت شابه، ترى مع الوقت الناس بتشوفنا نشبه بعض، بنصير واحد مو اثنين.